وللحديث أكثر عن الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها العراق في ظل فشل السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية، معنا من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح اللو. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، حياكم الله دكتور. العراق يخسر سنويا كما جاء في الخبر 21 مليار دولار جراء الفرق في سعر صرف الدولار. السؤال الأول هنا، من المسؤول عن هذه الخسائر المتراكمة سنويا؟ مبلغ 21 مليار ليس مبلغ هين، مبلغ ربما يعادل ميزانية دول مجاورة للعراق. حقيقة ما يحصل بالعراق منذ 2003 ولغاية الآن لا يوجد نظام مالي حقيقي يتحكم بشكل واضح لتحديد قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الأخرى كالدولار. نعم. هذا جانب جوهري وأساسي. طيب. لدعم الدينار العراقي الذي يعطي إمكانية لمصلحة الفرد في صرفه، وبنفس الوقت يرفع من مستواه المعاشي. كلما تطور الدينار وارتفع قيمته مقابل الدولار يعطي انتعاشا اقتصاديا وانتعاشا ماليا. نعم. للدولة وللفرد أيضا. طيب. لكن هناك جانب مهم جدا، وهو أن عملية بيع الدولار منذ 2003 ولغاية الآن مستمرة وبأسلوب يؤدي إلى عملية هدر أو سرقة لما يحصل من عملية تلاعب في عملية الاستيراد للمواد. طيب. والمركبات المختلفة. نعم. دكتور عفوا، هنا في نعم. هذا الإطار أود أن أسألك، في تغريدة للنائبة سروة عبد الواحد ذكرت الخبر. نعم. التي نشر على وسائل التواصل وفي الوكالات، تقول أنه فرق العملة أدى إلى خسارة العراق 21 مليار دولار. تقول أنه سعر الرسمي 100 دولار لها 132 ألف دينار عراقي، بالتالي آلية التلاعب، آلية الخسارة كيف تتم؟ كيف تتم آلية الحقيقة أن عملية بيع العملة للمصارف وللشركات الصيرفة وللأفراد في عمليات الاستيراد أو غيرها؟ نعم. لاحظ، هذه العملية هي عملية غير سليمة وصحيحة، لا تخضع لقانون معين في عملية دعم الدينار العراقي. يعني 132 الرسمي، أما في خارج أو السوق الموازي يتراوح حوالي بين 150 إلى 155، وفي الأشهر الماضية ارتفع حتى 165 ألف. طيب. هذه العملية حقيقة هي عملية غسيل لأموال تتم في السوق الموازي لسحب الدولار من السوق، وبنفس الوقت يؤدي إلى عملية النقص في التجار المختلفين. ولكن هناك جهات مسيطرة وتمتلك مصارف تعمل على شراء العملة والعمل على بيعها في فرق العملة، هي مستفادة في عملية دعم مشاريعها المختلفة، وهذا أعطى إمكانية أيضا لتدخل بعض الشخصيات المتنفذة لعمليات الاستفادة من عملية فرق العملة. ولذلك نلاحظ لم يستقر الدينار العراقي أو لم يتطور الدينار العراقي في قيمته. طيب. مقابل الدينار، مقابل العملية المتراكمة. الدولار. نعم. هذه العملية المتراكمة من الخسائر لماذا لم تنتهي وفق النظام المصرفي الجديد؟ وأين الخطة التي طرحتها الحكومة بهذا الإطار ووعدت بتحسين سعر صرف الدينار وتثبيته؟ من الصعب جدا تحسين صرف الدينار ما لم يكن هناك إنتاج. نعم. ما لم يكن هناك إنتاج. نحن بلد ريعي، أصبحت الريعية ب 95% بالاعتماد. نعم. على الإيرادات النفطية. طيب. رغم أن بعض الوكالات التي تعمل على ابتزاز العراق تدعي أن هناك 90% البلد ريعي للنفط، الإيرادات النفطية، لكن أثبتت الحالة أنه 95% أن العراق بلدا ريعيا بالاعتماد على الإيرادات. لذلك نلاحظ الدينار العراقي مهما كانت الإيرادات عالية جدا،
الدينار العراقي لن يتطور بسبب أولا وجود غسيل أموال للمخدرات، لبيع السلاح، لغيرها من الأمور اللي غير شرعية وغير قانونية، وإضافة إلى تهريب العملة. يعني هذه جوانب جوهرية في العمل على عدم استقرار سعر الدينار العراقي. هنا ذكرت قضيتين، قضية رفض الاقتصاد العراقي بموارد أخرى صناعية وزراعية ولكنها غير موجودة، إضافة إلى عملية استفادة جهات متنفذة من قضية يعني سعر الصرف. بالتالي هناك قضيتين، لا يوجد أيضا رفض للاقتصاد عدا النفط، وهناك سرقة، فمن طريقين يتم السرقة. نعم، في هذه الجوانب حقيقة كل العالم، يعني لو تلاحظ جميع دول العالم التي عملتها مستقرة أو تعمل على ارتفاع قيمتها مقابل العملات الصعبة، لاحظ تمتلك حالة من حالات الإنتاج، الإنتاج الزراعي، الإنتاج الصناعي، إضافة الخدمات المصرفية السليمة والصحيحة التي تكون عامل جذب للرساميل المختلفة في الاستثمار. يعني لاحظ حاليا العراق نتيجة الفساد، نتيجة انتشار السلاح، تدخل الميليشيات والقوى المسلحة الحاملة للسلاح بكل شؤون ومفاصل الدولة، لاحظ أصبح العراق طارد للاستثمارات، وهذا يشكل خطر كبير جدا في عدم التنمية وعدم البناء في البنية التحتية. هناك جانب آخر وهو أن عملية الهدر للمال العام، لاحظ في الموازنات المختلفة من المفترض قانونا الموازنة التشغيلية اللي في كل سنة يتم عملية مراجعتها، يتم عملية زيادة في الاستثمارات ونقص نسبة الموازنة التشغيلية في الموازنة العامة. هذا بالعكس، أنه لاحظ بدأت من 50% الموازنة التشغيلية في 2005 و2006 إلى أن وصلت حاليا في الظرف الحالي تتراوح بين 70 إلى 75%، والاستثمارات محدودة جدا، لاحظ لا تتجاوز يمكن 15%، والبقية عمليات هدر. طيب، بموازاة ذلك وعد الاستثمارات، حتى الشركات التي يتم التعاقد معها هناك علامات استفهام كثيرة. يعني اليوم مصادر صحفية تقول أن قوات التدخل السريع التابعة لمحمد السوداني تنشر أعداد من عناصرها لتعزيز الطوق الخارجي لمطار بغداد، وذلك لأن شركة بيزنس انتر الكندية المتعاقد عليها لتأمين المطار هي شركة ربما وهمية ليس لديها الخبرة الكافية. فبالتالي كيف تقرأ الفضيحة لمثل هذا العقد الذي يعني موظفي الشركة يقولون لم نستلم مرتبات، إضافة إلى أن الشركة ليس لديها الخبرة في تأمين المطار أصلا؟ حقيقة هذه الحادثة ليست جديدة على النظام في العراق وتركيبته ووجود الفساد في المفاصل المختلفة، ومنها القوة الجوية والمطار أو غير ذلك. نعم، في الطيران وغيره. لاحظ لا ننسى شركة التعاقد مع الأجهزة الكاشفة التي كانت تستخدم على السيارات والآليات المتحركة في الشوارع ونقاط التفتيش وغيرها، التي كانت كلفت الدولة الملايين. نعم، وهي لا تعمل بالشكل المطلوب والمواصفات. فعملية الفساد والتعاقد مع الشركات هو الذي يعطي الإمكانية في عملية الهدر والسرقة وازدياد عملية الفساد، واخطبوط الفساد يصبح مرتبطا بمافيات خارجية، ومنها هذه الشركات التي لا تمتلك المواصفات الحقيقية. نعم، في عملية أدائها. من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.